قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. وهذه الأحاديث وأمثالها يدل على أن الوضوء من أفضل العبادات، وأنه عبادة ينبغي للإنسان أن ينوي به التقرب إلى الله عز وجل، يعني أن يستحضر وهو يتوضأ أنه يتقرب إلى الله، كما أنه إذا صلى يستشعر بأنه يتقرب إلى الله، فكذلك إذا توضأ ويستشعر بأنه يمتثل أمر الله في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ويستشعر أيضا أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وضوئه، وكذلك أيضا يستحضر أنه يريد الثواب وأنه يثاب على هذا العمل حتى يتقنه ويحسنه. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.